تتمني ليك لليوم؟ متفائلة بالمستقبل ولا ليه؟ باش نقول كلمة واحدة، إن شاء الله غدوة خير. شو نقول لك؟ بون بوغ لو مومون ما فماش حاجة هكا اللي تفرح ولا لي حاجة هكاك، إن شاء الله نقولوا بالنسبة للجيل الجاي إن شاء الله هما ينورونا وكا. هاي متفائلة. برشا ولا شوي؟ شوي مش برشا. قداش تقريبا؟ هكاك متفائلة. نقول لك على 100 قداش؟ 50-50 يعني؟ هاي 50-50. لا. على خاطر فماش حاجة نتفائل عليها. فما حاجة تنجم تتفائل عليها؟ فماش. حتى شوية ليه؟ الحق لا. أما الخوف مش عليا، على ولادي. عجل اللي جاي. ما أني أنا عندي 3 صغار. دونك مانيش متفائلة. حتى شوية؟ حتى 1%. ماذا باين مش لبسي أصلا. من الآخر. الحقيقة معناتها شابة محليك في ريعان شبابك، شنو اللي يخليك تخمم هكا؟ على خاطر ما فما حد شيء باش يخليك تتفائل. على شنو؟ على تخدم 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 على 500 دينار ما يجيوكش كري، تخدم ما تنجمش تراني اولادك وما تنجمش توكلهم، وإذا رانيتهم ما تنجمش تقريهم، وإذا قريتهم ما تنجمش تلبسهم ما تنجمش توكلهم، على شنو معناتها؟ نتبيع متفائلين بالمستقبل في تونس. ويزمنا احنا معناها ديما نسبقوا الخير باش نلقاو الخير. انا راني عايش في فرنسا 21 سنة وديما نحنوا كان لتونس، معناها معنا كان بلادنا. هاك تشوف لي زيفينمون، يلزمنا ديما نبدلوا احنا الفكر نتاعنا وديما ما نسبقوش الخايب، نقراو كان البيع على بلادنا ومحلاها تونس. نتفائلوا على 3-4 سنين قدام، معناتها في الوضع الراهن ما فما حتى شيء يبشر بالخير. معناتها نشوف الشباب كلها مهاجر، معناتها سواء قاري ولا مش قاري ولا بطال، معناتها ما فما حتى شيء يشجع اللي هو باش يبقى لهنا. معناتها ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي، واحد ما يعلم الغيب الا الله. قدره ربي اللي يعمل ربي مبروك. في تونس؟ ايه؟ لا ثم حتى مستقبل على من ناحيه السياسه، من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه فمن ناحيه ما فما حتى تفائل. مش لك الكل نقول لك اعطيني نسبه مئويه. نقول لك 40% 45% ما تفوتش. 55 الاخرين وينهم؟ 55 الدولة ما خلتناش نحلم. تقرا تتعب تسهر الليالي تكسر راسك، في الاخر في الافا ما تلقاش اللي حاشك بيه. لا علاش؟ احنا صيف في البوت هما صغارته. طب فما واحد مش متفائل ويقول لا ويضحك؟ راك تشوف الدنيا صعبت. انت تحس فيها باهية تو تونس؟ بلادنا تبدلت نسبة كبيرة بتونسي يقول لك ما عادش فما مستقبل، يحكيو بلهجة يائسة شوية على الوضع اللي يشوفوا فيه. أما سامحني شنو الحاجة اللي باهية اللي قاعدين يشوفوا فيها؟ غلاء المعيشة، التعليم صفر، الصحة صفر، كل شيء ماهوش كل شيء. تونس كانت هكا قبل، تخضر هكا للشارع وللكياسات وللعباد وللمنطقة نتاع العباد، كان كنا هكا قبل نحكي وكنا هكا نتصرفوا مع بعضنا. تو العباد الكل عرفت اللطف، معناها اللي تمس وتسمع حسوا، عرفت كل شيء، كل في كل شيء، في كل شيء. لكن التونسي معروف محب للحياة، ضحك، فرحان. كان وبالرغم لما حالة مازالوا فهمتني، وبعد ما بالرغم هذا الكل ثم برشا عباد تلقاهم في الهم، عرفت حاشاك سامحني في الكلمة لهنا، وتلقاه البسمة ديما في وجهه، هذاك عبد القنوع. وكا شنو الحاجات اللي يخليوك ماكش متفائلة؟ العيشة تحسيها تراكيفيش والعباد بصفة عامة. مش كل مادي بالأساس؟ لا أبار حتى مادي، كل شيء في البلاد هذي، كل شيء. ما صاب نرجعوا لتالي برشا، ومنيش نرجع هكا تحت هكا جناح امي هكا واحنا صغار، وناكلوا في صحن واحد انا واخواتي كله، نشبعوا ونحسوا الدنيا محلاها. توا ليه مخيبها بلادنا وليد؟ والله ظروف خليتها خايبه، مش بلادنا خايبه معناها. لا مش البلاد هي، حتى كيف باش نقولها لك، عمرها ما كانت بلادنا خايبه، احنا خايبين في بعضنا واحنا نغرقوا بعضنا، وبطبيعتها الدولة زاد غرقتنا محليها. دولتنا حاسين بالزوالي، حاسينه هانا ناخذوا عنا السكر وعنا الزيت وعنا الطماطم وعنا سيل بصل وما ادراك جبنا به. فما حاجة أكثر من هكا؟ محليها بلادنا والله محليها. كيلو سكر ترشي عليه، إترا زيت اللي هي مسعرة ناخذوا فيها ب5000 فرنك وبجيها ربي يعطينا، محليها وكا. ما فما حتى بوادر أمل، هذيك علاش ما فماش حتى جرام أمل باش الواحد يخليه يتفائل. صحة
صحه، فما الحياه، فما وليداتك قدامك، المدام موجوده تبارك الله. صحه جبت على الصحه والعامين اللي فاتوا نتاع الكورونا، اكي شوف شنو صار، باش تمشي للسبيطار ما فماش بلاصه، باش تمشي للكلينيك ملايين زرقاء كما نقولوا. كل ما تكبر يكبر تكبر في تونس الشباب، خاصه كي تكبر في تونس كل ما تكبر عليك الصعوبات، كل ما تكثر عليك معناتها المشاكل، كل ما تزيد تولي تخمم، تولي تحمل مسؤوليه اكبر منك. اوتوماتيك مو كانك معناتها مش تقعد عازم، مش تقعد معناتها تعاني والديك وتعاني اخواتك كان عندك ولا كذا، كانك مش تعارس تصبح مراه صغار وما نعرف شنو، وهذا اللي كان وصلت بالطبيعه. تو العرس ما يسمى حق مشروع. عرس ما يتيحش من 20 مليون. وين ال 20 مليون؟ وين الخدمه اللي مش تخدمها؟ وين؟ ما فهمش شيء. نورمالمون انت شباب ما زلت الدنيا قدامك فرحان، نورمالمون تكون نظرتك مغايره هكا ولا؟ نورمالمون تكون نظرة مغايره، كي تبدا الدوله تخمم فيك، كي تبدا المسؤولين يخمموا فيك، كي يشد الكرسي يخمم في الشباب، فما شباب اكثر متيقرا اكثر مني انا. ما عندهاش مستقبل، ما يشوف شيء قدامه، يشوف فيها الدنيا ظلمه قدامه، علاش؟ خاطر ما وصلش باش يقرا، ما وصلش باش يخدم. ما وصلش حتى ولو عنده دبلوم ولا تعلم صنعة، ما عندوش باش يخدم، مش يخدم لنا مش باش يوصل. في بلاده ما هيش باش توفر له شهرية وامتيازات، فهمتني، باش ينجم يعيش بها. أنا اليوم باش نتفرج في فيلم في مسرح، باش نخرج مع أصحابي، باش نمشي نتفرج في متشكورة، معناتها أي حاجة نلقى فيها تلقى صعوبات، معناتها كما في الصادات مثلا صعوبات في الدخول، صعوبات مشاكل في المسرح، معناتها تتعاود نفس الحاجات، ما عادش حاجه تو تجذب الانتباه، معناتها شنو الضحكه، شنو ما زالت قهوه، باش تعمل قهوه مع اصحابك باش تضحك، معناتها تلقاه يحكي لك في المشاكل نتاعه انت تحكي له سي بون، معناتها باش نعمل ضحكه يروحك الواحد مهموم. نكدتوها ديجا ولا تزيد ديجا ماشي باش تعمل قهوه تضحك، معناتها نكدتها انت وكاو. ما نعرفش بيرسونيلمون، معناتها واحد من الناس نبني في طريقي وحدي، معناتها نعرف اللي تونس، انا واحد من الناس اخوتي في فرنسا تو نجم نسافر، انا اللي عندي ظروف ما نجمش نسافر، عندي ايمان معناتها اللي انا قرايتي نجم نخدم بها هنا في تونس، لان دوماني البترول نعرفها صعيب، ما عندي امل اللي نجم ننجح لهنا في بلادي ونجم نقدم سيرتو في الدومين هذا، معناتها حاجات الاخرى نعرف ما توصلش، اما عندي 3 سنين هاني احارب وما زلت باش نحارب، ما نعرفش هاني نقدم ونسعى، ديما الامل موجود، معناتها في نفس الوقت تعمل غرامك اللي هو الكوره، معناتها انا سواء كنت لاعب كره قدم ولا تو مسؤول وكل، معناتها نعمل في الغرام نتاعي هكا يصبرني. يقولوا ما يعرف قيمه بلادنا العزيزه الغاليه الا اللي تغرب وخرج من هوني. بالطبيعه كي تخرج الغربه تبدا، صحيح راهي الغربه هي باهيه، فما لي كونديسيون اللي ماهمش موجودين في تونس، اما راك تقعد ديما بعيد على داركم، بعيد على فاميلتك، بعيد على احبابك. النكهه نتاع تونس رايك القاده وك القهوه وك اللمه وك، ما فماش كون يسرى عليك في الغربه، في الغربه عندك الكهرباء وعندك الفلوس وعندك الدنيا كلها، عباد تعيش بالمساجات كالروبوات. في تونس انا حتى ب 2000 فرنك تعيش، نجم تشري اللوكس كيما تمشي تهبط الاسواق تشري من الحفصيه ونلبسوا حتى لوكازيون نخرج راهو محلينا، راهو التونسي حتى ب 10000 فرنك يخرج يشعل شعلين. شو الحاجات اللي ماذا بك يتصلحوا باش كي انا نسالك نقول لك عندك امل في المستقبل تقول لي ايه؟ تعليم 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 خاطر عمال التالي نيفو ساعة تاع التلامذة فريمون كاتاستروفيك، ما عادش حد شيء يرجع الأمل، باش نقول واه بن علي يرجع فيق وارجع معانا ويحيى بن علي، ما زيد ميت ما عادش نرجع. أمل مش مربوط بالسياسة؟ كلها سياسة هي بتبعت، كلها مربوطة ببعضها، كيما سكت هكا المترو كلها ساقية تدور في بعضها. بالنسبة للمستقبل معناها الحمد لله، تقوم الصباح تلقاها شمس، تقوم الصباح تلقاها مطر، تقوم الصباح تلقى شروق الشمس غروبها، هذيك يعطيك الامل في الحياه، مش اكثر من هكا والحمد لله، هذيك اللي يخليني نتفائل. الواحد واقف على ساقيه الحمد لله، واحد يشوف غيره، يشوف سبيطارات كيفاش ناس مرضى كيفاش كذا، كي يبدا واحد على ساقيه ويتنفس الحمد لله، هذاك الامل بالنسبه لي انا. الفلوس والواحد هذيك تجي من بعد، اذا تخدم تلقى، تخدم بالنسبه لي انا في بلادنا هذه تخدم تلقى، تخدم قدره ربي تنجم توفر المال وتنجم توفر، وفما حاجات اخرى زاده اللي انت كي تبدا عندك فلوس تعرف كيفاش تتصرف فيها، تعرف كيفاش، فما حاجات كماليات وفما ضروريات، كي تخلي الضروريات معناها
تحصل على الضروريات الكماليات هذيك وقت اللي يبدا عندك حاجه زايده. لازمنا نعطيو الامل ولازمنا نعطيو زاده ثقه في رواحنا ونصدقوا بعضنا ونعاونوا بعضنا ونكونوا معناها نكونوا حنين على بعضنا. توا ولينا كل واحد خايف من الاخر ولينا كل واحد معناها يغزر لك يحكم عليك من برا مازال ما عرفكش من الداخل. راهو عندنا برشا توانسه تريز انتيليجونت بارك الله عليهم وعندنا نحيو زاده شويه كجهويات. رانا كنا توانسه تونس كل معناها جمهوريه في الاصل رانا توانسه وماناش برشا. كي تجي تحسب قداش احنا 16 مليون نحي منهم الرجال الكبار ونحي الصغار ونحي المرضى ونحي المهاجرين ونحي كل شيء. تونس راهي باهيه وتنجم تتصلح بلادنا ومش راهو كان بالفلوس بركه راهو حتى بالانتيليجونس وبالمخ وبالثقه ونعاونوا بعضنا ونقفوا الناس كل بعضنا. ومعناها كي صغير يتكلم ولا عبد يتكلم حاول تسمعوا للاخر. احنا مشكلتنا ما نسمعوش بعضنا ما نخليوش الفكره. معناها انت ما زلت تتكلم انت ما زلت تحكي فكي وانا نقص عليك ما خليكش تكمل الموضوع نتاعك الاخر خليه يكمل الموضوع الاخر تسكت انت يتكلم هو الاحترام احترم تحترم. وهذيك هي راهي تونس محلاها واحلى بلاد في الدنيا راهي تونس. انا راني درتها الدنيا كل ما نلقاش كي بلادي. انا ساعات صحابي نحل لهم لايف هنا يتفرجوا في الاسواق يبداو يبكيو ويقول لك محلاها تونس توحشنا تونس.